هلا والله، مساكم الله بالخير متابعينا ومتابعين قناة الفلوجة الفضائية. برنامج مطبخ صلاح وياكم الشيف صلاح الراوي. رمضانكم كريم، نهاركم كله سعادة وطاقة وفراح. أطباقنا متنوعة، وجباتنا لهذا اليوم مختلفة. عندنا بداية طبق رئيسي متمثل بتشريب الدجاج، إضافة إلى نوع من المقبلات المعروف وجتنا عليه أسئلة واستفسارات هواي، اللي هو التفاحية، إضافة إلى كيك وما يعرف بالكيك الإسفنجي بطريقة بسيطة وسهلة راح نتناولها إن شاء الله. وطبعا بداية عندي تشريب الدجاج، طبعا وجبة غنية عن التعريف معروفة، مكوناتها خبز عراقي إضافة إلى الدجاج والتمن مع الحمص التوابل، وضفت شوية خضار للنكهة والجمالية. طبعا الشعرية تجي مفهوم الأكلة يجي إنه خبز يتنقع بالماء مات اللحم أو الدجاج، فوقه قطع اللحم إضافة إلى إذا أكو مكسرات أو شعرية، وبصحن خارجي يجي صحن الرز. فحتى نجهز هاي الأكلة نحتاج إلى الدجاج. طبعا الدجاج أيضا جتنا عليه استفسارات كثيرة بخصوص موضوع الزفر الموجود بالدجاج. طبعا هنا سلكت الدجاج يعني باقة عطرية، وضفت أيضا البصل والثوم ضمن عملية السلك مدة 20 دقيقة. تخلصت من الزفرة اللي تطلع، طبعا الوسط المائي اللي خليت به الدجاج يكون وسط مائي بارد، يعني ما ضفت مي حار مباشرة، مي بارد وعوفة يصعد الحرارة بالتدريج، وخلال صعود درجة الحرارة راح تبدي عندي الزفرة تصعد. طبعا الباقة العطرية معروفة اللي هي ورق غار إضافة إلى الهير والقرفة والقرنفل مع البصل والثوم والزنجبيل بدون أي ملح بدون أي توابل، يطلع عندي الدجاج بهذا الشكل الآن. واحتفظت بالمي مالته طبعا بعد ما شلت الزفرة اللي موجودة. الآن راح أطبخ التشريب مثل ما يقول على أصوله وما لهنه. بداية مشاهدينا أحتاج شوية طبعا دهن حر أفضل، سمن حيواني، زبدة حيواني، أي شيء مشتاق من الحيوان، زيوت. ننوه أيضا مشاهدينا نتلقى جميع الاتصالات والاستفسارات على الأرقام الموجودة على الشاشة. تذوب عندي الزبدة، راح أضيف أيضا التوابل المتمثلة بالقرنفل والقرفة مع الفلفل الأسود والورق الغار، أيضا نقدر نضيف الهيل، لكن حتى لأن أنا ضفت الخضار فما أريد يصير عندي ميكس من التوابل إضافة إلى الطعم يضيع عندي، مثل ما هو معروف كثرة التوابل تضيع عندي الطعام. فأنا أريد أكل تشريب دجاج حلو وخفيف. أيضا راح أبدي بتجهيز الرز. طبعا عندي رز مغسول ومنقوع مدة نص ساعة بمي حار، حبة عادية نورمال. طبعا زيت ايضا، رمضانكم كله خير وسعاده. طبعا ايضا التفاحيه من المقبلات المعروفه بالعراق، جتنا كثير من الاستفسارات على التفاحيه بالبرنامج. طبعا مكوناتها مايونيز، سلطه خفيفه او مقبلات خفيفه، ملح وشكر، خل ابيض إضافة إلى المايونيز والتفاح، بالإمكان أيضا إضافة الكشمش. تعتبر من السلطات ذات المذاق الحلو. وأيضا عندنا الكيكة سفنجية، عندنا طحين وبيض وشكر إضافة إلى الحليب والزيت ورشة نشا بيكنج باودر والفانيلا. ناخذ مكونات طبقنا الأول على الشاشة اللي هو تشريب الدجاج. طبعا تذوب عندي الزبدة، وراح أضيف ورق الغار إضافة إلى عودين قرفة مع القرنفل والفلفل الأسود. الآن راح أضيف الثوم، ناخذ اتصال صالح من نينوى. رمضان كريم يا صالح. رمضان علينا وعليكم. ربي يسلمك، مساك الله بالخير. اقول لك نعم،
شلون طريقة نحن اللحم بعدين؟ اللحم بعجين صار. انتو اهل الموصل، انتو اهل اللحم بعجين حبيبي. شلون طريقة كلها طريقة ماك؟ صار بعيوني. طبعا مثل ما هو معروف اللحم بعجين عندنا بالعراق يختلف عن اللحم بعجين السوري. الاختلاف يكون بالخضار الموجودة إضافة إلى دبس الرمان بالتبلة مات اللحم بعجين نفسها. فنيجي عندنا لحم إضافة إلى الفلفل الأسود. يفضل البعض باللحم بعجين خصوصا عند أهالينا بالموصل يستعملون اللحم، يعني الجزء من الغنم اللي هو لحم الراس، تكون لحمة طرية وخفيفة إضافة إلى نسبة الدهون مع اللحم تكون متعادلة. بالنسبة للعجينة مات اللحم بعجين نحتاج طحين إضافة إلى الماء والملح، بالإمكان أيضا إضافة الحليب بكمية قليلة، والماء طبعا الطريقة معروفة. نقدر نضيف أيضا البيض، طبعا الموضوع اختياري على اللحم بعجين. أيضا نقدر نضيف الجبن في حال طلب الأمر. طبعا هنا أنا عندي قلب ضف قطع الدجاج مشاهدينا. ناخذ مقادير التشريب مشاهدينا على الشاشة. راح أضيف الماء ناخذ المقادير على الشاشة لوجبتنا لهذا اليوم اللي هي تشريب الدجاج. عندنا الدجاج إضافة إلى الرز، ورق غار، قرنفل، قرفة، هيل مع الكاري والكركم، فلفل أسود، ماجي الدجاج طبعاً لأنه تشريب دجاج، إضافة إلى الثوم مع الزنجبيل، حبة فلفل أحمر، فلفل أخضر، إضافة إلى السمن الحيواني. طبعا هنا مشاهدينا انا نوهت انه الدجاج عندي مسلوق نص سلقه. راح ابدي اجهز ايضا بالرز. بس يغلي عندي الماء اقدر اضيف التوابل اضافه الى الخضار والحمص، فلفل اسود، حوت قرفه، ايضا عندي ورق الغار. عندنا اتصال محمد بن دياله. رمضان كريم يا حمودي. علينا وعليك. السلام عليكم. ربي يسلمك ويخليك، شلونك شخبارك؟ حفظك الله يبارك فيك. ربي يعزك ويخليك. شلون دياله؟ الله يخليك. شلون احنا بس المقادير مال الكبه الجريش. كبه الجريش نعم. طبعا الكبه الجريش كل 500 كل 500 غرام من الجريش الناعم نضيف له مقدار 600 مل من المي، ونشوف العجينة مالتنا. طبعا يفضل مزجها بالبرغل الناعم بنسبة قليلة، يعني كل 500 غرام نقدر نضيف 150 من البرغل، والمي ايضا يمكن ايضا نقدر نضيف الكعك المطحون. فيما يخص طبعا وتنثرم وتنقع بالمي زين، تنثرم على الماكينة. اذا حسينا انه القوام مالتها مو تمام نقدر نضيف فلفل اسود اضافه الى الزنجبيل البودره ويا العجينه نفسها اثناء عمليه الثرم بالماكينه مالت اللحم او محضره الطعام. فيما يخص الحشوه طبعا معروفه لحم نسبه الدهن به شويه عاليه اضافه الى الفلفل الاسود والكبابه، بالامكان ايضا اضافه السبع بهار والبصل والبقدونس. الان غلى عندي التشريب والماء ايضا يغلي، اقدر اضيف التوابل مالتي. طبعا عندي جزر يعطي نكهه بالتشريب، الفلفل مع البصل، راح انزل ايضا الحمص، وأبدي بإضافة التوابل اللي هي الكركم والكاري مع النومي بصرة. طبعا النومي بصرة نقدر حب ونقدر أيضا بشكل بودرة.
قطعة ماجي. طبعا الملح اضيفه بالنهاية. احرك الآن، أغطيه خليه يغلي براحته. عندنا اتصال وضاح من كركوك. رمضان كريم يا وضاح. وضاح طبعا راح أنزل الرز. الو، رمضان كريم يا وضاح. كل عام وانت بخير. انت بخير، الصحة والسلامة. شلون الفلوجة كلهم؟ ربي يسلمك بخير اذا انت بخير يا طيب. الفلوجة انا ناشدتكم، ما وصلت مناشدتي للشيخ، ما وصلت. والله طبعا رمضان كريم يا وضاح، فيما يخص المناشدة بيك خير وتدلل. طبعا فريق الكنترول بالنسبة لموضوع المناشدات ما يتم خلال بس هذا البرنامج، اكو برامج خاصة. طبعا بقية البرامج أيضا يتم بها المناشدة، فكمية المناشدات كثيرة نوعا ما، فالكنترول دا يتواصل ويا الأشخاص بالتدريج. شكرا لاتصالك، تحياتنا لك ولكل أهلنا بكركوك. هنا أضفت شوية مي، راح أضيف الماجي. بس يغلي طبعا هنوص عليه على خير. هنا التشريب، شوف ناخذ نظرة مشاهدينا. ايضا نحتاج شعرية، طبعا الشعرية نقدر نطبخها ويا الرز، بس انا راح اطبخها واحد، اريد احمص وياها شوية لوز. نوح مشاهدينا، نتلقى الاتصالات على الأرقام الموجودة على الشاشة. طبعا للشعرية تحتاج شوية دهن. الذوب عندي السمنة، وراح أضيف الشعرية. تحريك مثل ما نشوف تشريب دا يغلي عندي. ايضا الرز، طبعا الرز ضفت له الماجي الدجاج ايضا. راح اضيف الشعريه واضيف شويه ملح. واستمر بالتحريك. طبعا الريحه موضوع بالنسبه للتمن إضافة إلى التشريب. طبعا السمنة الحيوانية هي بصورة عامة بالطبخ تلعب دور.
تحريك مستمر للشعرية. طبعا بس تتكرمل راح اضيف المي. ننوه مشاهدينا، نتلقى الاتصالات على الأرقام الموجودة على الشاشة. طبعا سلق الدجاج 20 دقيقة، بينما التشريب يحتاج 35 دقيقة حتى يجهز. كمل. طبعا الشعرية بصورة عامة ما تنعاف، يعني ان كان هاي الشعرية او الشعرية الباكستانية او الشعرية مالت الكنافة، كمل تحريك. طبعا التشريب ايضا نقدر نستعمل، يصير تشريب احمر هنا. النومة بصرة تكون إضافة معجون الطماطة، إضافة إلى نوع نوم بصرة يختلف، هنا نضيف نوم بصرة أصفر، هناك السوداء. عندنا اتصال عبد الله من البصرة. رمضان كريم يا بعد روحي، الله أكرم عليكم إن شاء الله. أول شيء بس بالخير. تصيح للإسم عبد الرحمن يا حبيب. عبد الرحمن مية هلا بك. يا بعد عمري تحياتي لك يا سيف. الله يعزك ويسلمك يا طيب. تحياتي لك من البصرة طبعا. الله يعزك على راسي، كل اهلنا بالبصرة. يا بعد عمره والله العظيم. طبعا انا طباخ، كنت طباخ بالشركة. نعم تمام، واريد اخذ من عندك شوية خبرات. جايب التلفزيون وداخذ معك خبرات، يعني استلف البهارات. بيك خير وتدلل. وين بالبصرة انت؟ انا بالبصرة بغضاء الدير يا حبيبي، ودوامي بالرميلة. على راسي والنعم. عندنا المخرج بصراوي. تحياتي للمخرج والله العظيم، تحياتي لكم جميعا ورحمة الله. الله يسلمك ويخليك، مية هلا بيك. لك يا شيفنا العزيز. الله يعزك ويسلمك. والعباس طبعا انا اول شيء قلت لهم اريد اسلم على الشيف مالتنا. نعم. ما عندي لا سؤال ولا اي شيء، بس حبيت اسلم عليكم وشارك البرنامج وراهي. ربي يسلمك، سمعنا صوتك هاي كافي. حول ويانا على الغداء، على الفطور عفوا. تسلم يا ابو عاد روح والعباس ابو فاضل، اذا اديت للبصره تعالوا يمي. كفو عاد مشهوده لكم اهل البصره. والعباس ابو فاضل اي واحد وها هذا الرقم حقه يمكم، اي واحد يجي للبصره خلي يجي يمي، بس يخابر لي. ربي يسلمك ويخليك. ام البنين ربي يحفظك، صدر ديوان يا بعد روح. ربي يسلمك ويخليك باشي. تحياتنا لكل اهاليتنا بالبصره. طبعا هنا الرز عندي نشف، ابدي انوص، والشعريه ايضا بدات تتكرمل. اقدر اضيف المي هسه، هنا راح تصير طبعا ننزل ايضا الحواض، وضيف لها شويه ماي، خليها تستوي على راحتها.
شفيت شنو اخباره؟ طبعا الرز بدا ينشف بس ينشف عندي على خير. انص النار، هذا فيما يخص طبقنا الاول. اما مقبلاتنا اللي هي التفاحيه، عندنا تفاح احمر، الاحمر يكون حلو زايد، اضافه الى المايونيز مع الشكر والخل الابيض والملح. نقدر ايضا نضيف الكشمش وناخذ المقادير على الشاشه. هنا عندي الرز نشف، راح انص النار على خير واخليه على نار هادية. طبعا انا منوه ان الرز انا ما اغطيه لسبب انه انا انقع بمي حار، يعني اغلب امهاتنا او بالمطاعم النسبة الكبيرة تنقع بمي بارد، فمن انقع انا بمي حار يغلي تقريبا ياخذ ربع ستوة او تنفش عندي الحبه، فما يحتاج اغطيه حتى بخار الماء لا ياثر عندي بالطبخ. الشعريه ايضا صارت جاهزه، نصف عليها وابدي اخلط المقبلات مالتنا. بدايه اخلي التفاح، طبعا التفاح مقطع، عندنا اتصال ملاك من كركوك. رمضان كريم يا ملاك. رمضان اجمعين على الكل ان شاء الله. امين يا رب للجميع. شلونكم شو اخباركم؟ الحمد لله، انت شلونكم اخباركم؟ والله على الله بخير، اذا انتم بخير. شلون كركوك؟ الحمد لله، والله الحمد لله زين. ربي يسلمكم، شلونكم يا رمضان؟ والله الحمد لله زين، رمضان كرم على الجميع ان شاء الله. امين يا رب على جميع المسلمين. ايش طابخين اليوم؟ والله تشريب مال لحم، بس تعرف المكونات من عندك بالضبط. نعم صار بعيوني. شكرا لاتصالك يا ملاك. طبعا تشريب اللحم نفس العمليه، باقه عطريه نسلق اللحم اضافه الى الزنجبيل والثوم والبصل. طبعا ملاحظه، نقدر الثوم والبصل نعوفه بقشره اثناء عمليه السلق. تطلع الزفره، اشيل الزفره، احتفظ بالماي مالته وابدي اطبخ. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود اضافه الى النومي بصره، الحب والقرفه والهيل اكيد مع الورق الغار. والخضار ايضا نقدر نضيف نفس الخضار المذكوره ونضيف عليها بطاطا، الموضوع اختياري، اللي هي جزر فليفله حمراء وخضراء، البصل والثوم اكيد مره ثانيه، واكيد معجون الطماطه. نسبه الزيت خلوها عاليه، او اللحمه اللي نستعملها بالتشريب تكون دسمه ذات دهن عالية، يعني ينشد بها الظهر. والرز أكيد يعني هو معروف، بالإضافة إلى ماجي اللحم. أكمل خلط التفاحية، الجانس عندي طبعا مثل ما هو معروف التفاح بس يتقشر او ينعاف البكتيريا قبل تتغذى عليه، كون نسبة السكريات بي نورمال، فلهذا السبب يتغير اللون. فالتفاحية وقت اللي نريد نجهزها تكون اول باول. طبعا ايضا نقدر نضيف ليمون، بس هي بمعنى اصح انه التفاحيه اضافه السكر والمايونيز تعطيها يعني سويت، يعني الموضوع الحلا يكون عالي بيها، فما اريد يصير عندي. وضفت الملح ايضا واضيف الليمون، ف
فيصير ايرور بالاكله نفسها، يعني المعده يطلع بيها خطا في هذا النوع من المقبلات. تم نجهز الشعريه جهزت والتشريب باقي له 10 دقائق. اقدر الان اكشف حتى يصير عندي شويه يخف عندي من المي الموجود، واقدر اضيف الان الملح. نقدر نشوف الدجاج، ناخذ لقطة ايضا الرز الان نشف، راح اسوي به خطوط حتى البخار الجو عندي كله يطلع. مقبلاتنا جاهزة، تم نجهز تشريب 10 دقائق ويجهز، شعريتنا جاهزة، بقى عندنا كيكتنا لهذا اليوم. ناخذ المقادير، على الشاشة عندنا بيض إضافة إلى الطحين مع الشكر والحليب والزيت، نشا، بيكنج باودر وفانيلا. نبلش بتحضيرها، فاصل قصير ونرجع لكم. هلا والله، رجعنا لكم متابعينا بعد فاصل قصير. طبعا نوهنا عن المكونات مال الكيكه الاسفنجيه قبل الفاصل، والان نبدي نجهز بها. طبعا اساسي بعمل اي كيك هو البيض، خفق البيض والمده اللي نخفق بها البيض تلعب دور اساسي بالكيكه. يعني من يتغير عندي اللون الصفار والبياض بعد الخفق الى لون قريب عن السحلب او الحليبي، يعني تنطي على بياضه شويه، معناه البيض عندي صار تمام وجاهز، الباقي الاضافات. عندنا مكونات ناخذها 4 بيضات، عندي حليب اضافه الى الشكر والزيت مع الحليب السائل، وعندي شويه نشا وبيكنج باودر وفانيلا ورشه ملح. طبعا مشاهدينا نبدي بالتجهيز. نبدأ نضيف البيض، نبدأ نضيف البيض مشاهدينا. طبعا لازم الزيت عندي إضافة إلى الحليب والبيض نفسه كله يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني الطبيعي ما طلع من الثلاجة وقبل أشتغل به، حتى يكون الوسط لجميع المكونات متساوي. ضفت الفانيلا وأيضا راح أضيف الشكر
هاي العمليه الخلط واحده يراد له بالعشر دقائق. طبعا انا تنويه جهزت الكيكه قبل الحلقه حتى نتدارك الوقت بيها. الان راح ابدي اخلط البيض والفانيلا مع الشكر. نخلط راح اكتفي بهذا القدر بس مو هذا اللون اللي اريده، اريد لون كريمي بعد اكثر. بعد هاي الخطوه يتغير عندي اللون، يعني نقدر بالعين نشوف انه عندي تغير هذا اللون، يعتبر اصفر، اريده قريب للسحلب او الكريمي. هسه راح اضيف الحليب وايضا راح اضيف الزيت، اخلطها ايضا دقيقتين. راح اضيف البيكنج باودر اضافه الى الطحين. عندنا اتصال ام رعد من الانبار. رمضان كريم يا ام رعد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. نعم بخير، اذا انت بخير ربي يسلمك. ام مبين مأثر عليك الصيام؟ لا الحمد لله بخير وبركه. الله يسلمك. في شو صوت شوية تعبانة؟ أنا شوية مريضة بسم الله عليك. ما عندك إلا العافية. الله يعافيك. الله يسلمك ويخليك. أسألك سؤال عن ال الدجاج والكنتاكي، شلون يتسوى؟ نعم. طبعا الكنتاكي أو ما يعرف بالكريسبي. ام رعد طبعا الكنتاكي مثل ما هو معروف له انواع عديده، اللي هو زنجر الكنتاكي او الكي اف سي بعظم بدون عظم. بالنسبه للكي اف سي طبعا له مشاين خاصه المعروفه بالهاني باني، خاصه العمل البروستيد او هاي الطريقه مالتها، اضافه الى البطاطا الويتشز وغيرها. بس نقدر ناخذ طريقه مبسطه اضافه الى التبله مالتها، نقدر نستعملها بالبيت. صدر الدجاج او فخذ الدجاج، مثل ما نقول الموزه مالت الفخذ، التتبيله مالتها اوريجانو اضافه الى الحليب، لبن بابريكا مدخنه مع الفلفل الابيض والزنجبيل والثوم البودره. هذا بالنسبه للدجاج. نقدر نستعمل اللب الموجود بداخل صدر الدجاج، طبعا اي صدر دجاج بمثل اللب يصير القالب القريب من عظم القص بالدجاجه، هذا يكون طري، هذا نقدر نسوي به الكريسبي. بالنسبة للطحين نقدر نخلطه بابريكا إضافة إلى الملح والفلفل الأسود. بالمطاعم البعض طبعا لازم احنا ننقع عندنا بين الدجاج إضافة إلى الكعك المطحون مع البيض والطحين، فالبعض يضيف البيض والبعض يستعمل المي البارد. تتم هاي العملية أكثر من مرة، يعني اليوم أنا هسه تبلت الدجاج، ضفت التوابل المذكورة، أعوفها بالبراد مدة 10 دقائق، بعدها أبدي أضيفه مثلا بالمي البارد، أخليه بالطحين المخلوط إضافة إلى الكريسبي المخلوط بالفلفل الأسود مع الملح. ملاحظة، الطحين اللي راح نخلي بيه الدجاج لازم يكون منخول بمنخل، يعني أنا أريد حبيبات طحين ناعمة حيل، وأعيد العملية مدة 3 مرات. إضافة إلى العصر بكل مرة أخلي به قطعة الدجاج داخل الطحين.
لحد ما احصل على شكل يشبه الشجره بالدجاجه بزيت حامي، ويطلع عندي اطيب كريسبي او كنتاكي. طبعا في حال استعمال الدجاج بعظم الراعي موضوع الزيت، ما نخلي الزيت عندي عالي زياده، لان محتمل تستوي عندي من الخارج ويبقى دم داخل العظم. فلهذا السبب نصي النار على الزيت ونقلي بالتدريج. هذا فيما يخص الكنتاكي. الان راح اضيف النشا والطحين، وراح اكمل خلط. طبعاً كل عملية خلط ما عدا إضافة الحليب والزيت تحتاج دقيقتين. خلط البيض 10 دقائق، الإضافة الأخيرة للطحين أيضاً 10 دقائق. نوهنا المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة. طبعاً القالب عندي هذا اللي سويت به كيكتي الأولى. قبل ما أضيف الخليط أحتاج فرن حامي 170. طبعا الفرن تكون الحراره من نخلي الكيكه الجوه فقط، العين الجوه الداخليه، امسح الجوانب. اقدر اضيف ايضا رشه طحين، بعدها راح اضيف الخليط. وهي صارت جاهزة وقبال على الفرن مدة 40 دقيقة، 170 نار تحتانية، وخليها نرفع الأطباق ونبدي تجهيز الصحون مالتنا. طبعا بالنسبة للتشريب اكيد احتاج خبز عراقي. ناخذ المكونات قبل ما نبدي بتقديم الاطباق. مكونات التشريب، طبعا هنا عندي خبز عراقي مقطع، اضافة الى هذا المنسف بالسوق، اضافة الى الصحن. فيما يخص طبعا ايضا الكيكة، نوهت انه بعد 35 دقيقة تطلع عندي كيكة بهذا الشكل. كيكة تطلع عندي بهذا الشكل. عندنا ايضا اتصال ام رؤى من الانبار. رمضان كريم يا ام رؤى. عليكم علينا اجمعين، مساكم الله بالخير والعافيه. بخير اذا انت بخير يما. السلام عليكم، شلونكم شو اخباركم؟ والله الحمد لله بخير الله يسلمك. انت شلونك؟ والله على الله الحمد لله ماشي بخير اذا انت بخير يا طيبين. يابا بس اسالك على الطرشانه شلون عملتها؟ الطرشانه نعم
طبعا الطرشانه تعتبر من المروقات اللي عندنا بالعراق. عندنا اي قمر الدين مجفف ينقع، اضافه الى يضيف البصل، تكون طعمها شويه حلو. نضيف ايضا السكر والماء. نقدر ايضا موضوع اختياري نضيف الجزبره الخضراء، طبعا هاي البعض ما يتطرق لها، مع نقدر ايضا نضيف الحمص والملح، بس الاساسي بها هو القمر الدين المجفف او الطري باي شكل من الاشكال. طبعا هنا عندي التشريب جهز، الرز جهز، والشعريه جاهزه، التفاحيه والكيكه. الان راح ابدي اصب. بدايه احتاج خبز، طبعا هنا مشاهدينا راعينا مشاعر الخبزة بالتقطيع، مثل ما يقول عندنا احنا الخبزة نقصقصها شلون مكان ونترد بيها ويلا يلا. والسبع يطلع نقص، واهم شيء رقم الشاصي هذا لازم يطلع. طبعا هنا عندنا اتصال، ليان من بغداد. رمضان كريم يا ليان. السلام عليكم. يسلمك، شلونك، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. دوم ان شاء الله. ايش طابخين اليوم ليان؟ تسليم دجاج. الف عافيه. نفس الطريقه لو غير طريقه؟ نفس الطريقه. الف عافيه. الله يعافيك. الله يسلمك ويخليك. تفضلي ليان. انا بسأل عن طريقه القطايف. نعم، طبعا القطايف معروفه من الاكلات الشاميه مشهوره، وخصوصا برمضان تنتشر. تحضير القطايف نحتاج حليب نشا اضافه الى الطحين والماء، واكيد الخميره والملح، تنخلط بخلاط، المقادير تكون متقاربة. نقول مثلا 200 غرام طحين، نخلي عليها 100 غرام من الحليب إضافة إلى ملعقة شاي خميرة، مقدار 50 غرام من الشكر إضافة إلى الحليب، وأكيد ربع كاسة شاي بمقدار 25 غرام من الزيت، نخلطها بالخلاط وملعقة شاي نشا. تنخلط بالخلاط، تكون شكل العجينة بعد التخمير وما ترتاح، تكون انه اقدر اصبها مثلا اخليها بطاسة او شيء او كيس الحلواني، تنحط داخل، تنقلي على نار بدون زيت، تنصب بشكل دوائر. بالنسبة للحشوة قشطة، البعض مكسرات، البعض جوز، الموضوع اختياري. شكرا لاتصالك يا ليان. الان راح اضيف الماء. طبعا التشريب نضيف الماء بدايتين، بعدها نضيف قطع الدجاج. نكمل الآن، ناخذ قطع الدجاج. هنا
طبعا هنا الراية نزلت. ادور على الحمص. ايضا اخذ شويه من الشعريه وخصوصا ويا طبعا التشريب ما تحلى الاكله مالته الا ويا البصل. الليمون طبعا هذا بالنسبة للتشريب. طبعا نحتاج وياه ايضا رز. طبعا ايضا شعريه ورشه بقدونس وما يعرف عندنا احنا نقول المعدنوس. واكيد تشريب بدون سوب وحمص ما الاول. نقدم الكيكة مالتنا عفوا المقبلات. طبعا هنا عندي تفاحة ايضا عندي تفاحية ناخذ لقطة عندي للكيكة عندي صوص شوكولا
وايضا كراميل. هنا اطباقنا جهزت، التشريب الرز، ايضا سوب الدجاج، اضافه الى مقبلات التفاحيه والكيكه مالتنا. ناخذ المقادير وجبتنا الرئيسيه على السريع اللي هي تشريب الدجاج. أدي دجاج إضافة إلى الرز مع خبز عراقي والتوابل والخضار، ورق غار، قرنفل، قرفة، هيل، كاري، كركم، فلفل أسود، ماجي، ثوم، زنجبيل، حبة فلفل أخضر، فلفل أحمر، إضافة إلى السمن الحيواني. طبعا نوهنا أنه التشريب يكون بخبز عراقي إضافة إلى مي الدجاج، ويخلي فوقها قطع الدجاج. بالنسبة للإضافات والخضار موضوع اختياري. عندنا أيضا الرز يكون جانبي مع ايضا المونه مالت السوب معروفه عندنا، وايضا عندنا التفاحيه. مكوناتها بسيطه: تفاح، سكر، مايونيز، خل ابيض، اضافه الى الكشمش او الذرة. شيء يتجانس لان هي نوع من المقبلات الحلوه. وايضا عندنا الكيكه الاسفنجيه، مكوناتها حليب زيت اضافه الى البيض مع البيكنج باودر والفانيلا، ملح والشكر. هاي كانت وصفاتنا لهذا اليوم واطباقنا قدامكم مشاهدينا. تشريب وتفاحيه، وعندنا ايضا الكيكة. لهنا أنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ننتظركم باكر ساعة 2. رمضانكم كريم وألف عافية. في مال الله.